المشهد يتكرر يوميا وفي مختلف أحياء ولاية عنابة. طوابير لا تنتهي حتى قبل فتح المحل من الرجال والنساء في انتظار اقتناء كيس من الحليب. لا صباح احنا نديروا لاشان على الحليب، ما كانش الحليب هذا، الحليب هذا راح يولي كيشول كي العسل عندنا احنا في ولاية عنابة. لهذا الواقع في محاولة منا تفسير هذه المشاهد التي نرسلها يوميا. هنا في سوق الرحمة المتواجد غرب العاصمة يصطف هؤلاء منذ الساعات الأولى في انتظار وصول أكياس الحليب. تقع من البحث عن مادة الزيت إلى التدافع على أكياس الحليب. هذه الطريقة أصبح سكان ولاية عين الدفلة يقتنون مادة الحليب. طوابير غداة وصول شاحنة التوزيع من أجل الظفر بكيس واحد. يشربوا 16 صندوق خطر يشربوا 12 خطر يشربوا 13 ومول حانوت يشربوا ربع صناديق. والله خلينا على دسهم. هي الدولة دايرته ب 2000 ونص، هو يحتاج يروح يدسو يخرج بشكار ويبيعوا ب 3000. تجار تقول من 8 ل 12 مثل ما تعيط بشكار ولا يدسينوا الدخل. فهمت؟ نقول من 8 ل 12 الحليب هذا. بعض أصحاب المحلات نفوا الاتهامات الموجهة إليهم وأرجعوا الأسباب إلى الكمية الضئيلة التي تمنح لهم في وقت منعنا بعضهم حتى من التصوير، بينما صرح موزع الحليب بقلة الحصة التي تزودهم بها الملبنة وبالرغم من نداءاتهم المتكررة. كنا في السنوات السابقة عندنا كمية 23000، أصبحت الآن في كمية 4800، وهذه الكمية غير كافية، توزع على المحلات من 120 كيس حتى 150 كيس. السعر احنا عندنا 24 ديس لم تشهد ارتفاع. يقول لك مول الحانوت راه يدسو، يا خويا احنا مناش ندسوه، راه يعطونا 160 شكاره. هذه كي يعطونا بزاف يعطونا 160 شكاره، ما نصيبوش كيف نقسموها. ثلاث خطرات في السمانه نهار بنهار. نهار بنهار وما تكفيناش الكونتيتي هذه، قليله بزاف. بين شد وجذب ما بين المحلات والمواطن ونداءات موزع الحليب، يبقى التساؤل لماذا هذه الندرة في ظل وجود ملبنتين بالولاية؟ وأين هي مصالح الرقابة والتجارة من تصرفات بعض التجار التي أرقت يوميات المواطن البسيط؟